مش او ما تعرفوش حاجه عن الايمان. واول محاضره ليها طبيعتها غريبه شويه. اول محاضره في اخرها هقولكم انا شرحت الماده كلها، لكن في نفس الوقت ما شرحتش منها ولا حاجه. معنى العباره دي ايه؟ معنى العباره ان احنا هنشرح الماده بوجه ايه؟ عام. نبقى عارفين هندخل منين وهنخرج منين في الماده. هنبقى عارفين الاركان الرئيسيه للماده عشان يبقى عندنا تصور كامل ليها. وعلى اساس ذلك يبقى احنا شرحنا الماده كلها. لكن كل كلمه هنقولها النهارده محتاجه تفصيلات. ودي اللي احنا هنفصلها في المحاضرات الايه؟ المقبله. واي ماده تذاكروها للامانه بالشكل ده. كل ماده لما لو هتدخل فيها خط رسم كده بدون ما تعرف الماده بتتكلم عن ايه ولا تقسيمتها ايه هتتوه فيها. لكن لو تدرس الماده بفهم عام صدقوني مش هتتوه على الاطلاق. علشان كده ركزوا معايا في محاضره النهارده بالذات. هي محاضره النهارده لا هتلاقوها في كتاب ولا هتلاقوها في ورق ولا هتلاقوها في اي حاجه، لانها شرح عام للايه؟ للماده. فانا هبدا من تحت الصفر. عارفين يعني ايه قانون مدني؟ قانون المدني ببساطة شديدة هو القانون الذي يحكم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض. يعني أي علاقات بين الأفراد بيحكمها القانون المدني. والعلاقات بين الأفراد نوعين. يا إما علاقات أحوال شخصية يا إما علاقات معاملات مالية. يعني لو واحد بيتجوز واحدة دي علاقة مش شخصية بس دي أحوال إيه؟ شخصية. لكن لو واحد بيبيع، واحد بيشتري، واحد بيأجر، واحد بيستأجر، دي معاملات ايه؟ القانون المدني بمعناه الواسع يشمل كل العلاقات سواء احوال شخصيه سواء معاملات ايه؟ ده القانون المدني في كل دول العالم. لكن في مصر وفي اغلب الدول العربيه الوضع مختلف الى حد كبير. لان الاحوال الشخصيه عندنا في مصر ليست محكومه بالقانون المدني وانما محكومه بالشريعه الاسلاميه. عشان كده حتى يكون عندكم ماده اسمها الاحوال الشخصيه. الاحوال الشخصيه دي فيها الزواج والطلاق والحاجات دي بس وفقا للشريعه الاسلاميه وليها قوانين خاصه بيها. يبقى القانون المدني المصري يعني يحكم الاحوال الشخصيه عندنا؟ لا. انت لو بصيت القانون المدني الفرنسي هتلاقيه بينظم الزواج وبينظم كل ما يتعلق بالاحوال الشخصيه والمعاملات الماليه. لكن القانون المدني المصري لا ينظم الا المعاملات الماليه. ليه ما بينظمش الاحوال الشخصيه؟ لان الاحوال الشخصيه بينظمها الشريعه الاسلاميه. طيب يبقى اذا القانون المدني عندنا بينظم المعاملات الماليه. كمعلومة عامة لأنكم لازم تكونوا مثقفين قانونيا، اللي وضع القانون المدني المصري هو أكبر علماء القانون في مصر على الإطلاق وفي العالم العربي، الدكتور عبد الرزاق الصنفوري. المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصنفوري هو واضع القانون المدني المصري سنة 1948. قالوا له حط لنا قانون مدني، يبقى يعني المفروض يحط قانون ينظم جميع المعاملات الايه؟ صح ولا لا؟ الراجل ركز كده شويه وقال كل المعاملات الماليه او المعاملات ذات الطبيعه الماليه لا تخرج عن امرين. اي معامله ماليه لا تخرج عن كم امر؟ عن امرين. يا اما علاقه بين شخصين احدهما جائن والاخر مدين، يا اما علاقه بين شخص وشيء. علاقة بين ايه؟ شخصين احدهما دائن والاخر ايه؟ من بص للعقد. لو في عقد بيني وبينك، عقد بيع مثلا، انا بعت لك شيء في مقابل ثمن ايه؟ نقدي. في دائن ومدين ولا لا؟ في دائن ومدين. يبقى ده بيسموها حق شخصي. بيسموها حق ايه؟ شخصي. لكن في علاقة بين شخص وشيء، حق ملكيتي على الشقة مثلا او على الترابيزة او على الموبايل، ده علاقة بين شخصين ولا علاقة بين شخص وشيء؟ وإن شئت بالدقة أوي بس مالهاش علاقة، لأن العلاقة لا تقوم بين الأشخاص والأشياء اسمها سلطة لشخص على شيء. اسمها إيه؟ سلطة. لشخص على شيء وده بيسموه حق عيني. مين حق مستعمل؟ ده بيسموه حق إيه؟ يبقى جميع المعاملات المالية على كم نوع؟ يا إما حق شخصي يا إما حق إيه؟ عيني. الحق الشخصي هو نتيجة علاقة، والعلاقة بين شخصين أحدهما دائم والآخر إيه؟ الحق العيني سلطة للشخص على إيه؟
لما اقول لك حق الملكيه ده حق شخصي ولا حق عائلي؟ عائلي. في حق اسمه حق الانتفاع اللي انا دافع عن الشقه دي، حق ايه؟ عائلي. في حق اسمه حق الارتفاع ان انا اضر العقار، ده هو حق ايه؟ عائلي. الحقوق الغنيه ان شاء الله تبقى شخص انا معاها. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي عندنا الحق الشخصي. فتعالى ونتامل في الحق الشخصي. احنا قلنا الحق الشخصي علاقه بايه؟ هم دائما وصلها من وجهه نظر الدائن. انا ليه عندك دين معين؟ هيوصلها من وجهه نظر الدائن، هيقال ان له حق شخصي. ان له ايه؟ حق شخصي. لكن من وجهه نظر المدينه بتقول ان ليه حق ولا عليه التزام؟ يبقى الحق الشخصي والالتزام وجهين لعملة ايه؟ علاقة واحدة، بس وصلتها من وجهة نظر الدائن بتقول ان هي ايه؟ حق شخصي. وصلتها من وجهة نظر المدين بتقول عليه ايه؟ يبقى انا عندي اذا كل اللي قلته لغاية دلوقتي ان القانون المدني بوجه عام بينظم الاحوال الشخصية والمعاملات المالية. عندنا في مصر بينظم فقط المعاملات الايه؟ المالية. مين اللي وضع القانون المدني المصري؟ الدكتور عبد الرزاق الله يرحمه. الدكتور عبد الرزاق هو لما جه يضع القانون المدني قال ان جميع المعاملات الماليه تنقسم لكم نوع نوعين، يا اما علاقه بين شخصين احدهما دائم والاخر مدني وده بيسموه حق ايه؟ شخصي، يا اما سلطه لشخص على شيء بيسموه حق عين. مبدئيا الحق العين ده هندرسه في الفرقه الكام؟ في اربع فصول. الحق الشخصي ده في دراستنا الثانيه والثالثه. دراستنا الثانيه والثالثه والثالثه. طب ايه الحق الشخصي طالما احنا هنقعد فيه سنتين كده؟ لازم نبقى عارفين مدلوله. الحق الشخصي علاقه بين شخصين احدهما دائم والاخر مدين. بصيت لها من وجهه نظر الدائم بتقول ان ليه حق ايه؟ شخصي. بصيت لها من وجهه نظر المدين بتقول ان عليه ايه؟ هي العلاقه علاقه ايه؟ واحده. بس لذلك انت بتنظر لها من اي وجهه؟ دائم ولا ايه؟ ولا مدين؟ علشان كده لما تيجي تبص للالتزام هتلاقي الالتزام واجب ولا مش واجب؟ على مين؟ على دائم ولا مدين؟ على مدين؟ أن يقوم شبان صحة القانونية بإعطاء أو يقوم بعمل أو بيمتنع عن القيام به. خلي بالكم الالتزام ده يا جماعة أنا ممكن أكون ملتزم إن أنا مثلا أسلمك سيارة متفق عليها. ده التزام بعمل صح ولا لا؟ وممكن اكون ملتزم تجار مثلا بعدم منافسته، ان انا ما افتحش مكان وفي وش المكان بتاعي. ده التزام بعمل ولا بالامتناع عن عمل؟ انا ملتزم ان انا ما افتحش شباك في وشك. ده التزام بعمل ولا بامتناع عن عمل؟ يبقى الالتزام قد يكون بعمل وقد يكون بالامتناع عن ايه؟ عن عمل. لدخول الالتزام اسمه الالتزام باعطاء. التزام اعطاء الرسول سنة أولى بس فكرته إيه؟ اللي هو الالتزام بنقل حق عيني. الالتزام بإيه؟ يعني إيه الالتزام بنقل حق عيني؟ يعني ببساطة شديدة أنا لما ببيع لك الشقة دي مش ملتزم إن أنا أنقل لك من الملكية؟ بيسموا الالتزام بنقل الملكية التزام بالإعطاء. مع إنه دلوقتي لو تركز فيها هي التزام بالقيام بعمل ولا لأ؟ يعني هو بيسموه الالتزام بالإعطاء يعني ايام كاتولان القانون الروماني اسمها كده الالتزام بيعطاه هو ايه؟ ان انا انقل حق ايه؟ انقل الملكيه. طب الالتزام بعمل يعني هو حاجه ايجابيه. الالتزام بالامتناع عن عمل شيء ايجابي ولا شيء سلبي؟ شيء سلبي. لكن في التحليل الدقيق الاعطاء ممكن ندخله ضمن القيام بايه؟ عمل. لان انا لما اقول لك التزام بنقل الملكيه انا ملتزم ان انا انقل لك الملكيه. طب ما ده قيام بايه؟ ده معنى كلمة الايه؟ الالتزام. فالالتزام واجب قانوني ولا ما هوش واجب؟ واجب قانوني. بس واجب قانوني على شخص محدد ولا لا؟ اللي هو مين؟ المدين. لكي يقوم بالاعطاء او يقوم بعمل او يمتنع عن القيام بعمل. يعني اذا الالتزام والحق الشخصي وجهين لعملة الايه؟ بس لما ابص من وجهة نظر الدائن بقول ان ليه حق شخصي، ببص من وجهه نظر المدين بقول ان عليه التزام. ولما اقول هذا الكلام لازم ابين ان التسميه الاشهر هي تسميه الالتزام. هما الاثنين واحد.
بس قال لي تسمية مشهورة بدليل ان المادة بتاعتي اسمها ايه؟ مصادر الالتزام. او مصادر الايه؟ الالتزام. ليه اشهر الجانب السلبي اللي هو البديل؟ بص في حق العين، هل في بديل؟ حق العين يا جماعه في بديل؟ لا. انا مالك اشتكى ليه؟ بصوا في صاحب حق وشيء محل ايه؟ في بديل محدد؟ في حاجة اسمها واجب عام على الكافة باحترام حق. يعني طالما مالك الشقة دي ينفع حد يجي يبيعها في الشقة؟ ينفع؟ ده مش مسموش التزام عليه. ده اسمه واجب. خلي بالكم النقطة دي في فرق بين الواجب والالتزام. الالتزام واجب برضه بس واجب محدد على شخص ايه؟ وفي دائن محدد ولا مفيش دائن محدد؟ في دائن محدد. لما يكون في حق شخص ليه عندك فلوس فانت ذات نفسك بديل ان تقوم بعمل ايه؟ ان تقوم بعمل معين. لكن لما تيجي انت دلوقتي انا مالك والناس كلها والجيران ملتزمين او عليهم واجب ان هم يحترموا مديون هذا العقار، هل ده واجب محدد بالذات؟ لا. وبالتالي ده مجرد واجب وليس ايه؟ عشان كده الالتزام دايما مقابل الحق الشخص. واحنا دراستنا هي دراسه واهم مصدر من مصادر الالتزام هو العقل. اهم مصدر من مصادر الالتزام هو ايه؟ العقل. لان بص في الحياه العمليه العقول منتشره ولا مش منتشره؟ في الملايين السامين مفيش حد مننا الا مظلم عقلي. وانت ده انت لو تروح لمحل عشان تشتري منه حاجه ده كانك اغرمت معاه عقد ايه؟ في ناس مستاجره قاعده في شقه ايجار، اغرم عقد ايه؟ ايجار. في مجرد انك انت تروح سنتر مثلا بتاخد كورس مثلا ده عقد ولا ما هوش عقد؟ كلنا بنتعرض لفكره الايه؟ اهم مصدر من مصادر الالتزام هو الايه؟ علشان كده قال لك احنا هندرس لكم الالتزامات في سنه ثانيه وثالثه. في سنه ثانيه هتاخد الالتزامات بوجه عام. سنه ثانيه هتاخد الالتزامات بوجه ايه؟ وفي سنه ثالثه هتاخد تطبيقات على اهم العقود بقى. اللي هي اهم مصدر من مصادر الالتزام اللي هو مثلا عقد البيع وعقد الايجار وعقد التامين، ده هندرسه في سنه ثانيه ان شاء الله. يبقى واضح ان احنا هندرس في سنه ثانيه النظريه العامه للالتزام. وهندرس الالتزام من اول ما بينشا الى ان ينقضي. احنا اتكلمنا عن ان الالتزام دين في ذمة شخص ولا لا؟ واجب في ذمة شخص ولا لا؟ وطالما هو دين في ذمة شخص او واجب في ذمة شخص، الاصل العام ان الانسان بريء ولا بريء الذمة؟ بريء. لا بريء. انا بريء عن الكلام ده. كان الباب الاول محاضرة بس تبريء كده اللي بيتاخر بيه المحاضرات المقبلة اللي ما كانش موجود بعد. الالتزام هندرسه من ساعة ما بينشأ إلى إيه؟ إلى أن ينتهي. طيب المنطق أنك مدين ولا بريء الذمة؟ الأصل في الإنسان براءة الإيه؟ طيب علشان أقول إنك مدين لازم يكون في سبب، لازم يكون في مصدر خلاك إيه؟ مدين. أنت مش مدين. جيت عملت معايا عقد تشتري مني شقة وأصبحت إيه؟ مدين مش كامل. يبقى من مصدر التزامك ايه هو الايه؟ العقد. مسكان انت مش مدين. ماشي بعربيتك ضربت واحد فملتزم بالتعويض. مدين ولا مش مدين؟ مصدر التعويض هنا ايه؟ العمل الضار او العمل غير الايه؟ المشروط. انت دلوقتي قافل شقتك. فجت ميه او كهرباء عليك وانا دفعتهم لك. فانت لما ترجع ملتزم انك تقول لي اللي انا دفعته ولا لا؟ ده مصدر التزامك هنا ايه؟ حاجه هنعرفك هنا اسمها الاسراف بلا سبب. الاسراف بلا ايه؟ بدون توفر مصدر من مصادر الالتزام. هل متخيل ان انا اقول انك مدين؟ لا. اصدر الالتزام براءه الايه؟ يبقى علشان اقول ينشا الالتزام، متى ينشا الالتزام؟ تقول اذا توفر مصدر من مصادر الايه؟ الالتزام. يبقى اول حاجه
حاجة هندرسها بصادر الايه؟ طيب نشأ الاتزان. لازم ندرس بعد كده آثار الاتزان أو صاف الاتزان، انتقال الاتزان، انقضاء الاتزان. مش ملاحظين حاجة؟ نشأة الاتزان أولا، وبعد ما ينشأ الاتزان تبتدي تدرس بقى ما هي آثاره؟ ما هي أوصافه؟ كيف ينتقل؟ متى ينقضي هذا الاتزان؟ لو عملنا كده يبقى درسنا نظرية الالتزام بالإيه؟ نظرية الالتزام بالكامل. أنتوا مش هتدرسوا في ترمينال غير مصادر الالتزام. يعني إذا كأن دراستنا الترمينال فقط كيف ينشأ الالتزام؟ كيف ينشأ الالتزام؟ أما آثار الالتزام، آثار الالتزام، انتقال انقضاضه، دي تحديدا تحت مادة اسمها أحكام الالتزام. أحكام الإيه؟ التي بالظبط بتعملي أنا بقول لكم إن لا يفهم أحكام الالتزام مصادر الالتزام هيفهم سنة ثانية وهيفهم إيه؟ سنة ثانية بعد كده. لأن المادة دي تأسيس للقانون. عرفنا إن إحنا هندرس في سنة ثانية نظرية العمل إيه؟ نظرية العمل إزاي فيها مصادر الالتزام هندرسها كمان. وفيها أحكام الالتزام هندرس فيها الآثار والأوصاف والانتقال والانقضاء دي هندرسها كمان إيه؟ إن شاء الله. هنبتدي ندرس فيها مصادر الإيه؟ أنتوا ملاحظين حاجة إلى الآن؟ إن أنا ببتدي قانون البدني بوجه عام، وبعدين القانون البدني هياخد المعاملات الإيه؟ المالية، وبعدين أقول لك المعاملات المالية حق شخص وحق إيه؟ والحق الشخصي اللي هو الالتزام، وقلنا هندرسه في سنة تانية وفي سنتين تانية، في سنة تانية هندرس النظرية العامة للإيه؟ الالتزام، والنظرية العامة للالتزام هندرس المصادر والإيه؟ والأحكام. موضوع دراستنا الترمينة هو مصادر الإيه؟ أنا بس بديكم طريقة علشان ما تتوهوش إلا الآن، مش عايزين نتوه من بعضنا النهاردة بالذات خالص. يبقى أنا دراستي الترمينة لمصادر الإيه؟ لمصادر الالتزام. لكن عايز أنبهكم لأهمية الالتزامات أو أهمية نظرية الالتزامات. الدكتور عبد الرزاق سنورة الله يرحمه بيقول إن نظرية الالتزام هي العمود الفقري للقانون. هي الإيه؟ العمود الفقري للقانون. ده تدليلا على أهمية دراسة نظرية الإيه؟ اللي منكم بيفكر إنه في المستقبل يشتغل بالقانون لازم يبقى فاهم نظرية الإيه؟ اللي ممكن حتى عايز يبقى عنده معلومات عامة لازم يبقى فاهم نظرية الإيه؟ الالتزام. اللي منكم طبعا عايز ينجح لازم يبقى فاهم نظرية الإيه؟ يعني هنمشي على كل الإيه؟ المستويات اللي ماشية في الإيه؟ طيب تعالوا نتكلم عن مصادر تاني الالتزام. مصدر الشيء هو سبب المنشئ. مصدر الشيء هو ايه؟ سبب المنشئ لهذا الشيء. فمصدر الالتزام وقع منشئه للالتزام. مصادر الالتزام يقال انها خمسه. يقال انها ايه؟ خمسه. وده اللي عجبها المشاهد. قال لك العقد مصدر من مصادر الايه؟ الاراده المنفرده. العمل غير المشروع الاتراك بلا سبب نص القانون. لما حد يسأل بوجه عام مصادر الالتزام اللي نص عليها القانون المدني، كم مصدر من مصادر الالتزام؟ خمس مصادر لايه؟ للالتزام. كم مصدر من مصادر الالتزام عندنا؟ خمس مصادر للالتزام. العقد، الاراده المنفرده، العمل غير المشروع، الاتراك بلا سبب، والقانون، نص القانون. طب هذه الفكره الاول مجازه عن كل مصدر. العقد، انا عمال اقول لكم امثله على العقود كمصدر من مصادر الايه؟ اي عقد في الدنيا بيعمل ايه؟ انت قبل ما تعمل عقد، هل تلتزم بشيء؟ اول ما تعمل عقد عليك التزامات ولا عليك التزامات؟ مصدر الالتزامات هنا هو ايه؟ بس مش مركزين في حاجه، العقد دايما يقال ان العقد ايجاب وايه؟ وانا عايزين ابيع لك شيء، ابيع لك شيء غصب عنك مثلا لازم اقول لك اشتري مبلغ قد كده، تقول لي طب ما تخلي المبلغ قد كده، اقول له طيب ماشي ونعمل العقد، فتوافقنا. يبقى العقد كانت اراده ايجاب وايه؟ وقبول. فالعقد مصدر من مصادر الايه؟ لكن ممكن تكون الاراده المنفرده مصدر من مصادر الالتزام. وهنا القانون المدني المصري قال لك الإرادة المنفردة بتكون مصدر مصادر الالتزام في حالة واحدة. حالة إيه؟ اسمها الوعد بإجازة. الوعد بإيه؟ بإجازة.
احنا نشوف التلفزيون دول الراجل اللي هذا الشخص جايزه ولا مش عارف ايه ده ياخد ايه جايزه معينه. طب جايزه واحد بايه؟ جايزه الشركه التزمت في ايرادتها ليه؟ لما اجي انا اقول لكم والله انا هعمل لكم امتحان او اعمل لكم مسابقه واللي هينجح فيها هديله جايزه مثلا، يبقى انا بنزل نفس ارادتي المنفرده ولا لا؟ واحد يقول لي طب ما هي اراده الطرف الاخر، لا ده مش ارادته، ده هو بيقوم بعمل معين، لكن الالتزام هنا بالاراده ايه؟ يبقى العقد مصدر من مصادر ايه؟ بس على فكره مصدر عام، يعني ايه مصدر عام؟ يعني اي عقد مصدر من مصادر ايه؟ الاراده المنفرده مصدر من مصادر الالتزام في كل الاحوال ولا في واحد جايزه؟ يبقى مصدر عام ولا مصدر نمرة ثلاثة، العمل غير المشروع. العمل غير الايه؟ المشروع. ده بقى ليه تسمية العمل غير المشروع بين قوسين بيسموه الفعل الضار. بيسموه فعل ايه؟ الضار. وبيسموه المسؤولية التقصيرية. افهم كده. في قاعدة يحفظوها زي اسمين. كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلتزم بالتعويض. كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالايه؟ بالتعويض. ماشي بالعربيه ضربت واحد يبقى انا ملتزم بالايه؟ بالتعويض. عندي عامل فصلته فسببت له ضرر وانا فصلته بدون حق. انا عملت خطا ولا لا؟ سبب له ضرر ولا لا؟ يبقى انا ملتزم بالايه؟ بالتعويض. انتوا مش ملاحظين حاجه في الحاجات دي؟ يقال هنا ان العمل اللي انا عملته عمل مشروع ولا عمل غير مشروع؟ لان بقول لك خطا عمل غير ايه؟ مشروع. وبيسموه برضو الفاعل الضار. الفاعل ايه؟ سبب لك ايه؟ وبيسموه انا مسؤول هنا مسؤوليه تحصيليه. مسؤوليه ايه؟ لان انا مقصر ولا مش مقصر؟ تمييزا لها على المسؤوليه اللي لسه في العقد اسمها مسؤوليه العقدي. مسؤولية ايه؟ العقدية لما يبقى في عقد بيني وبينك وانا اتاخرت في تنفيذ العقد بتاعي، فانا ملتزم بالتعويض ولا مش ملتزم؟ بس مسؤوليتي هنا ناشئة عن العقد ولا لا؟ فتسمى مسؤولية ايه؟ عقدية من آثار الايه؟ العقد. لكن المسؤولية التقصيرية بعيدة عن المسؤولية العقدية. أنا ما فيش عقد بيني وبينك، أنا ماشي بالعربية ضربتك، هو في عقد بيني وبينك؟ أنا هنا قصرت في واجب الاحتياط والحذر. قصرت في الواجب اللي فرضوا عليا القانون، القانون فرض علينا واجب جميعا ان لا نضر بالغير، فانا لما اضر بيك يبقى انا خالفت العقد ولا خالفت القانون؟ هيبقى مسؤوليه عقليه ولا تقصيريه؟ المهم العمل غير المشروع ده بيسموه عمل غير مشروع، بيسموه فعل ضار، بيسموه مسؤوليه ايه؟ تقصيريه. يبقى انا عندي كم مصدر؟ مصدر الالتزام الى الان؟ عندي العقد وعندي الاراده المفرده، الاراده المفرده مصدر عام ولا مصدر خاص؟ وعندي العمل غير المشروع، العمل غير المشروع اللي هو الفعل الايه؟ الضار، اللي هو المسؤوليه التقصيريه، انا كل ما اقول لك عمل غير مشروع، فعل ضار، المسؤوليه التقصيريه، لابد وان يقفز الى ذهنك مباشره القاعده، كل خطا سبب ضرر يلتزم مرتكبه بالايه؟ ناتي بعد ذلك الى الإسراف لسبب مش فعل ضار يا جماعة، ده فعل نافع. بفعل إيه؟ يقول لي إيه فعل نافع ده؟ واحد فعل نافع ورتب عليك التزام، أقول لك أيوه. أنا لسه مديك المثال، لو أنا دفعت لك المية والكهرباء بتاعتك، لو أنت مسافر وعقلك هيقع على منتهولك، أنت لما ترجع ملتزم هنا بالرد ولا لأ؟ مصدر التزامك هنا هل فعل ضار ولا فعل نافع؟ هو انا اضريتك؟ لما دفعت لك المايه والكهرباء اللي عليك عشان ما يقطعوش المايه والكهرباء، هل انا سببت لك ضرر؟ لا. لما ضربت لك العقار بدل ما يقع، هل انا سببت لك ضرر؟ لا. ده فعل هنا وسبب فعل ايه؟ مصدر. ويبقى انت كده حدث لك حاجه ده يسموه اثراء بلا سبب. لما انا ارمم لك عقار، انا ما دفعتش فلوس مزعجه ولا لا؟ انت حدث لك حاجه اسمها اثراء. اثراء يعني اعتناء يعني. طبعا مش معنى ان انا رميت لك عقار لك بعيد غني يعني. الاعتناء هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دخلت لك فايده ولا ما دخلتلكش فايده؟ ده معنى كلمه اسراف. وانا حدثت العكس افتقار. مش معنى افتقار برضه ان انا افتقارك من سبيل الفلوس يعني. بدون سبب.
يعني بدون سبب؟ هو انا ملتزم اصلا ان انا اعمل كده؟ والقانون يا دكتور معلش احسن، القانون اقر صاحب العقار انه يبقى مدين للاسرع على هذا العقار؟ ايوه بس بشروطها. ما ده اللي احنا عايزين نلبسه. ما تقول لي هل في كل الاحوال؟ اقول لك ايوه بس لازم شروط ايه؟ معلمه. وده اللي احنا ندرسه في الدراسه ايه؟ بتاعتنا. بس في اسراء في افتقاري بقى اسم الاسراء بلا ايه؟ الاسراء بلا سبب، مصدر من مصادر الالتزام ولا بواش مصدر؟ ده مصدر من مصادر الالتزام. يبقى انا عندي كده يا جماعه، وعلى فكره بالمناسبه علشان في الاسراء بلا سبب بيقول لك من تطبيقاته مثلا. المثال اللي انا قلته ده اللي عمل كده اسمه الفضولي. اسمه ايه؟ طبعا انت تسمع كلمه الفضولي يعني حسن. لا لا لا، كلمه الفضولي في القانون مش معناها الحسن يعني. وانما هو من يقوم بشان عقد الاحسان الدين. انا لما تفضلت بشيء يعني، انا لما رميت لك العقار، لما دفعت لك الميه والكهرباء، ده بيسموني ايه؟ فضولي، مش بمعنى حسن، وانما تفضلت بهذا الايه؟ الشيء. مصادر الالتزام الى الان اول مصدر اللي هو ايه؟ العقل. وده مصدر عام، الاراده المنفرده. العمل غير المشروع مصدر عام، الاضطراب بلا سبب مصدر عام، اخر مصدر من مصادر الالتزام نص القانون. ساعات يجي القانون ويقول لك كل فرد ملتزم بالضرائب. انا لما التزم اني ادفع الضرائب. مصدر التزام العقد؟ انا عملت عقد مع الضرائب. هلا ده نص في ايه؟ لما يجي القانون يقول الزوج ملزم بالانفاق على زوجته، الاب ملزم بالانفاق على اولاده، ده مصدر ولا مش مصدر؟ هنا المصدر هنا عقد ولا نص القانون؟ يبقى اذا بس نص القانون هنا بقى نرجع لايه؟ للمصدر. احنا درست اي حد عنده اي اسئله هنتقبلها جميعا ان شاء الله. بس يا ريت اللي عنده سؤال يكتبه في ورقه كده ويفصل عشان يفتكر ان هو يسأل. بس مبدئيا مصادر الالتزام كم مصدر الى الان؟ العقل، الاراده المنفرده، العمل غير المشروع، الاسراء بلا سبب، مصدر الالتزام. انا عايز اقول ملاحظتين للعلم. الملاحظه الاولى ان في مصدر منهم كان مصدر خاص، فاكرينه؟ الاراده المنفرده. يعني ايه خاص؟ يعني هو لا يكون مصدرا الا في الحاله التي نص عليها القانون اللي هي الوعد بايه؟ علشان كده في ناس من الكتاب والفقهاء كلمه فقيه يعني استاذ قانون لما يقول لك ذهب بعض الفقهاء الى كذا يعني بعض اساتذه الايه؟ القانون. المهم ذهب بعض اساتذه القانون ان الاراده المنفرده ممكن ندركها ضمن القانون. ممكن ندركها ضمن الايه؟ القانون. ويمكن العمل كده تقريبا اثنين في العالم العربي او المنطق العربي المرحوم الدكتور عبد الرزاق صنهوري في كتاب مصادر الالتزام والدكتور عصام سليم في الكتاب المقرر عليكم مصادر الالتزام. اذا هتتحلل مصادر الالتزام في الكتاب المقرر عليكم لكتاب الالتزام. واحد يقول لي طب هو اكل واحده؟ اقول لك لا، هو دخل الاراده المنفرده مع مع القانون. فاذا المنهج بتاعنا منقسم لكام باب يا جماعه؟ العقد، الاراده المنفرده، العمل غير المشروع، الاطراء بلا سبب، العقد والعمل غير المشروع والاطراء بلا سبب القانون. وضد القانون بقى بيدرس الاراده. مع ان المشرع عرض لمصادر الالتزام كمصادر الالتزام. وعلى فكره مصادر الالتزام دي من ايام القانون الروماني، يعني تطور القانون ما بيبقاش مره واحده كده. كده بتدرسوا ماده اسمها تاريخ القانون. تطور القانون الحجم ما تبقاش مره واحده، دخل خمس مصادر لتطور تاريخ القانون من ايام القانون الروماني. المصادر كام؟ أربعة. وبرضه على فكره اللي موجودين برضه عندكم في الكتاب خمسه، بس تقسيمتهم ازاي؟ اللي درس الاراده المنفرده ضد القانون. تخيل فقه القانون الروماني من ساعة ما اتعمل إلى الآن اتكلم عن المصادر الخمسة دي بس. في للعلم الثقافة العامة يعني أحد كبار أساتذة القانون المدني اخترع مصدرين جداد. بس طبعا خارج إطار المنهج بتاعكم بس أقولها لكم للعلم لأن أنا حابب إنكم تبقوا فاهمين قانون. هو ده الأستاذ الدكتور سمير تناغو. الأستاذ الدكتور سمير تناغو ده من أعظم أساتذة القانون المدني وأعظم علماء القانون المدني. هو بيعمل رسالته للدكتوراه في فرنسا سنه 1964 قال لك لا
ده مصادر الالتزام مش خمسه. زود عليهم حاجه اسمها حكم القاضي. زود عليهم حكم ايه؟ ولما رجع درس في مصر سنه 72 اضاف مصدر سابع وقال لك القرار الاداري مصدر من مصادر الالتزام. ولما بيصدر قرار اداري خاصه بقى في شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام اللي بيسموها الشركات الخاصه والتابعه القرار الاداري مصدر من مصادر الالتزام. نعم لا هو ممكن تدخل مصر القانون شكليا كده لا هو اثبت في الكتاب بتاعه انه لا مستقل عن مصر بس المهم انا عايز اوصل لكم ان تخيلوا تطور القانون الروماني لغايه دلوقتي انشا كم مصدر وفقيه واحد عمل كم مصدر بصراحه ده مش مقرر عليك احنا بننتقل من مرحله لمرحله احنا عرفنا كم دلوقتي جديد منين ادخل منين احنا عرفنا كم هي مصادر الايه؟ اي الاسباب المنشئه للايه؟ وفي مصادر الالتزام نقسمه لكم باب؟ العقد الاراده المفترض او العقد والعمل غير المشروع والاجراء بلا سبب ونص القانون وجوه نص القانون هيدرس احنا زي ما كل شيء كده عايز اديكم نظره عاده بقى عن العقد. نظره مهمه جدا جدا. النظره العامه عن العقد دي يا جماعه أول ما ابتديها لازم أعرف العقد. ما هو العقد؟ أغلقوا هواتفكم أو افعلوا شيئا. سوري هي نفس الموبايل ألا الموبايلات صغيرة عشان ممنوع انتظار المزيكا في المحاضرة وجميع أنواع اللادن عارفين يعني اللادن؟ أي شيء يتاكل في الفم المهم عايز أتوسع عن العقد ما هو العقد؟ العقد هو توافق إرادتين على إحداث صفقة سواء بقى كان الاثر ان انا انشئ التزام او اعدل التزام او اقفل التزام او انهي ما هو العقد وتوافق ايه؟ على احداث اثر ايه؟ ايا كان هذا الاثر القانوني ما هو ممكن الاثر القانوني نتفق ان احنا ننشئ ايه؟ التزام عارفين ده ايه؟ لما عقد بيع انت بديل ليا بالثمن ناشئ عليك التزام ولا لا؟ ناشئ عليك لكن ممكن تعدي الالتزام. انا كنت ملتزم ان انا اسلمك الشقه النهارده، اتفقت معاك وتفضل تعالى اعدل اليه معاك ساعه تسليم. كنت ملتزم ان انا اسلمك شقه، اتفقت معاك ان انا اسلمك عربيه مش هسلمك ايه؟ مش هسلمك شقه. يبقى هنا بنمشي الالتزام ولا بنعدي الالتزام؟ لا هنا بنعدي. كان في التزام قائم، التزام قائم. احنا بنعديله ولا ما بنعديلوش؟ ممكن ننقل الالتزام. نقل الالتزام اللي انا بتفق مع واحد اقول له ده ليا فلوس عندي كده خد هات ده منه. ده اتفاق بيني وبينك على نقل الايه؟ الالتزام. بيسموها حوافي الحق. بيسموها ايه؟ حوافي الحق. وممكن نتفق على ان احنا ننهي الالتزام. انا بقول لك ايه؟ وتيجي لسه في العهد ما تيجي نعمل الوفاء بالجيب، هو وفاء ايه؟ ان انا بوفي لك بالجيب ونتفق على الوفاء بالجيب. يبقى اذا انا عايز اوصل لايه؟ لان العقل توافق كم اراده على احداث اثر ايه؟ مش هتفرق ده الاثر القانوني ان ننشئ التزام او اعجز التزام او اقطع الالتزام او اقطع المهم ان انا عندي اثر ايه؟ المهم ان عندي اثر قانوني. يبقى معنى ذلك العقل توافق ارادتين على احداث اثر قانوني معين. بالمناسبه العقد ده نوع من انواع التصرف القانوني. نوع من انواع الايه؟ تصرف قانوني. عارفين يعني كلمه تصرف قانوني؟ تصرف قانوني يعني اراده. تصرف قانوني يعني ايه؟ الاراده بترتب اثر. يعني جوهر فكره التصرف القانوني اراده ترتب ايه؟ اثر. طب العقد اراده ولا لا؟ اراده. وكم اراده كمان؟ اراده. ايه؟ والقانون بيرتب الاثر على الايه؟ على الاراده. يبقى العقد جزء من التصرف الايه؟
والإرادة المنفردة جزء من التصرف الإيه؟ يعني أنا لما بقول ما هو التصرف القانوني؟ هو التصرف القانوني ليه كان تطبيق؟ العقل والإرادة ليه؟ لأن جوهر التصرف القانوني إيه؟ جوهر التصرف القانوني إرادة ترتب أثر إيه؟ قانوني. فالعقل إرادتين ترتب أثر قانوني، ده هو جزء من التصرف الإيه؟ القانوني. حتى أنتوا هتلاقوا عنوان عندكم في الكتاب كده يقول لك العقل أخص من التصرف القانوني. العقل ايه؟ خلاص عارفين يعني اخص يعني جزء من التصرف والتصرف القانوني حاجتين عقل واراده ايه؟ فالعقل ده اخص من التصرف ايه؟ ده معنى العقل. العقل يا جماعه في القانون بيقوم على مبدا اسمه مبدا سلطان الاراده. مبدا اسمه مبدا ايه؟ عايزين المصطلحات دي تبعتنا من الاول. يقوم على مبدا سلطان ايه؟ سلطان الاراده. يا ريت يا جماعه التاني بيبقى عليه اسم بلاد. هذه تتبع لي ارتكاري. بره مش عندنا بس. نعم بره؟ بره. بره ازاي؟ بص بره. شباك منين؟ شباك بره. دلوقتي انا بقول لكم ان العقل تراكم ولا لا؟ اساس ايجابيه العقل مبدا كبير جدا في القانون اسمه مبدا القانون. المبدا ده بيقول لك ايه؟ ده مع الحريه الاقتصاديه والكلام ده كله قالت للاراده ان تنشئ ما شاء من العقود. للاراده ان تنشئ ايه؟ يبقى كل حاجه متحدده من الاراده. وما انا اللي بعمل عقد معاه؟ هل في حد بيجي يعني يجبرني على شيء انا مش عايزه؟ لا، احنا اللي بنحدد نتعاقد ولا ايه؟ ولا ما نتعاقدش. واحنا اللي بنحدد نتعاقد ازاي؟ واحنا اللي بنحدد الشروط اللي نحددها في الايه؟ في العقد. يعني ايه واحنا اللي بنحدد الشيء المبيع؟ احنا اللي بنحدد الثمن، فده كله بيسمى مبدا سلطان الايه؟ هل يتدخل القانون هنا يا جماعه؟ لا، احنا عندنا اراده كامله. بس طبعا في حدود القانون. يعني حد اصل سلطان الاراده ابيع لك مخدرات مثلا تحت ستاره؟ لا، احنا بنسمع حدود الايه؟ النظام العام والقانون. لا ينعقد العقد الا باحترام النظام العام والقانون. فيما عدا ذلك اسمه في مبدا اسمه مبدا سلطان الايه؟ يبقى انا شفت معنى العقد. العقد توافق ارادتين على احداث اثر قانوني معين. وقلنا ان الاثر القانوني ده قد يكون انشاء التزام او تعديل التزام او نقل التزام او ايجاد التزام. واضح الفكره ولا ما هيش واضحه؟ قلنا برضه في هذا الاطار ان العقد اخص من التصرف الايه؟ القانوني. لان التصرف القانوني فيه كام حاجه؟ حاجتين، عقد واراده ايه؟ فالعقد جزء من التصرف القانوني. قلنا برضه ان العقد يقوم على مبدا يسمى مبدا سلطان الايه؟ علشان ينعقد العقد يا جماعه هنا بقى الكلام التوحيد. تعالى نتخيل العقد. من اول ما بينعقد الى ايه؟ هو ده اللي بحسه على فكره. انت بتدرس العقد من اول ما بينعقد الى ايه؟ يعني بتدرس انعقاد العقد، العقد تدرس اثار الايه؟ العقد. ترتب اثار تدرس انتهاء الايه؟ العقد. طب كيف ينعقد العقد؟ ينعقد العقد اذا توافرت اركانه وشروط صحته. إذا توافر أركان ويه دي أهم منطقة خطرة في المنهج لو عديناها هتبقوا شطار النهارده. يعني إيه أركان شروط صحة؟ يقول لك أي عقد علشان ينعقد في ثلاث أركان. أصلا ده اسمك كده التراضي والمحل والسبب. التراضي والإيه؟ والمحل والسبب. يبقى دايما اول ما اقول لك عقد ينعقد ازاي؟ تقول لي بالتراضي والمحل والايه؟ والسبب. والتراضي ده ايه؟ التراضي عباره عن ايجاب وطابقه ايه؟ ايجاب ان انا بقول لك تشتري هذا الشيء بمبلغ 1000 جنيه ده اسمه ايجاب. اشتري ب 1000 جنيه ده اسمه ايه؟ كده تراضي ولا مش تراضي؟ كده ايه؟ فالتراضي هو ايجاب وايه؟ وبالمناسبه لو ما فيش إرادة هل يكون العقد؟ يعني لو أنا أكرهتك مالياً عملت عقد كده تتمسك إيه؟ وخليتك تنبسط من عقدك. وقتك هنا هل معيبة ولا أنا عدو مالياً؟ لا،
مش معدومه معدومه في فرق تاني بقى بقى الدقه بقى اقولها لكم دلوقتي ايه الفرق بين معدومه ومعيده انت جاي اصلا وضع العكس انا كده في غصب عنك كده يبقى الاراده ما عندكش اراده اصلا تبقى معدومه ولا مش معدومه لكن بص بقى كده انا اقول لك تشتري الشيء ده هو الشيء ده ليه قيمه معينه وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وانت اتضحك عليه وقعت غلط فبقول لك ايه؟ فبقول لك واشتري انت وفيت ولا ما وفيتش؟ بس ارادتك هنا معيبه ولا مش معيبه؟ يعني في فرق ثاني هو تقول في فرق بين انعدام الاراده وعيب الايه؟ انعدام الاراده انت ما انت ما وافقتش من اصل العقد هيكون باطل والعقد هنا بيكون باطل بطلا مطلقا يعني مش موجود خالص زي مثلا انا ايه؟ ان انا اوافق على عهد غصب العقد لكن الاراده المعيبه انت وافقت على العقد بس وافقت على العقد عشان انا ضحكت عليك مثلا عملت غلط عملت تدليس عملت هنشوف يعني صور ليها كتير كمان شويه بس المهم اي عقد عشان يقول لازم كم ركن تاني التراضي المحل وايه؟ التراضي ده معناه ايه؟ ادراك وايه؟ وقبول وعلى فكره لغايه دلوقتي يبقى لابد من وجود الاراده ولا لا؟ وجود ارادتي ووجود ايه؟ غلطه ده معنى كلمه التراضي بس خلي بالك وجد التراضي ممكن يوجد الايه؟ العقد الطرف وكذا ان عدم التراضي مفيش عقد اصلا فيقال انه بطل بطلان يعني بطل بطلان معلوم مش موجود اصلا ده معنى التراضي فلابد من وجود التراضي في حاجه اسمها بقى مش وجود التراضي بقى صحه التراضي يعني فوق يكون موجود لابد من شروط صحه ولماذا يعني نركز فيها امرين بالظبط الامر الاول درسوه في سنه اولى فمش هندرسه اللي هو لابد ان تكون عندك الايه الاهليه وينفع واحد يعمل عقد يا جماعه هو ما عندوش اهليه كده اهليته ناقصه يقول ما تدوش العقد وقت البطاله مطلع على كده يقول قول انه بطل البطاله دي او بيسموه قابل للاطال بيسموه ايه؟ شفتوا الفرق بقى بين وجود التراضي وصحه التراضي لو مفيش وجود التراضي يبقى العقد بطل بطلان ليه؟ طب مش صحة التراضي يبقى العقد قابل لمين؟ للإطالة طب بيسموه بطلان ايه؟ أول حالة لشروط صحة التراضي الأهلية ودي مش هتكلم بقى تفصيلا هنا علشان ما نذكرش أنا كام؟ كمان بقى ودي الأخطر علشان يبقى التراضي صحيح لابد أن تكون الإرادة خالية من العيوب لابد ان تكون الاراده خاليه من الايه؟ وعلوم الاراده يا شطار اربعه احفظوا زي ياسمين الغضب التدليس الاكراه الاختلال الغلط والتدليس والاكراه والايه؟ الغلط ان انا بقول لك اشتري الشيء ده على ايه مثلا؟ تكتشف انه ما هوش بيكاسو اشتري اللوحه ديت على ان اللي راسمها بيكاسو مثلا وتشتريها يطلع وشمسين عينين وكاسب يبقى انت هنا عملت العقد ولا ما عملتوش؟ وافقت ولا ما وافقتش؟ لكن ارادتك كانت اراده معينه لان انت وقعت في طيب هنا هل العقد بيحط مثال مطلقا؟ وقوي يعني لو انت وافقت بعد كده العقد مستمر عايز تبطله روح ارفع دعوه وطالي ليه؟ علشان كده بيسموه قابليه من ايه؟ من الطلب تدليس تدليس زي الغلط بالظبط بس في التدليس انا بستعمل وسائل احتياليه بستعمل ايه؟ وسائل احتياليه انا بجيب لك اللوحه بتاعت بيكاسو واقول لك ربنا عليها بيكاسو واجيب لك واحد فنان يضحك عليك ويقول لك اه دي اللوحه دي بتاعت بيكاسو يبقى انت عملت وسائل ايه؟ احتياليه عشان اوقعك في الايه؟ الغلط يبقى كده ايه؟ الغلط والتدليس دي حاجه اسمها الاكرام بس غير المثال اللي انا قلته لكم في الاكراه في اكراه يؤدي للاراده اديكم مثال ان انا امسك ايديك واخليك واقع ده قاعده من الاراده كمان نفع العقد باطلا مطلقا دي ايه؟ مطلقا لكن في اكراه يا عيني بالاراده انا بقول لك انت بعت الشقه دي تقول لي مش هبيع اقول لك لو ما بعتش هخطب انت فتيجي انت تضطر تيجي وتعمل ايه؟ انت وقعت ارادتك وجدت انت وافقت
بس هو فيك بس كده راجع كده يعني راجع كده عادي مقابل للطلب اخر حاجه اسمها الاستغلال. الاستغلال ده شغل كتير دي بقى. الاستغلال ان انا استغل عند اللي قدامي غش بين او هوى جارح غش بين او ايه تفاهم من المصطلحات غش بين. وده في امثله واضحه يعني غش بين واحد لسه صغير سبيل فانا بستغله واقول له تعالى اشتري الحاجه دي واضحك عليه مثلا يبقى انا استغلت عنده طش بين والطش البين ده ادى الى ان العقد هل متوازن؟ يعني حاجه اللي هي ب 10 جنيه بحكيها له ب 100 جنيه مثلا بس انا استغليت عنده طش بين او هوا جامح دايما يدينا مثال على هوا جامح وراجل عجوز واحده اتجوزت عليه ولعبت عليه وخليته يمسك لها يكتب لها جمالها ده استغلت عنده هوا جامح حب شديد ميل شديد بس ما حدش دلوقتي بيضحك عليه لما تحصل. المهم فيقول لك الاستغلال هو استغلال طيش بين او هوا ايه؟ او هوا جامح. الغلط التمييز الاكرام الاستغلال دول يعجبوها ولا يعيبوها؟ يجعلوا العقد باطل بالطريقه المقابل فيش باين يا دكتور مش هترك غير كامل الاهليه؟ نعم فيش باين لا 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 لما ندخل له احنا كل الكلام ده كله بنقول على وين بس لما هندخل هتعرفوا ان كل حاجه لها ايه مش بالضروره تكون كامل الاهليه ممكن يكون واحد 21 سنه بس ايه ممكن يكون 21 سنه بس سمين المهم يبقى ايه ده يبقى لابد من وجود التراضي وصحه ايه وجود التراضي عن طريق وجود الايجاب والقبول وتطابق الايجاب والايه؟ والقبول. صحه التراضي عن طريق الاهليه وسلامه الاراده من العيوب، العيوب اللي هي ايه؟ غلط الدين واضحه الفكره لغايه دلوقتي ولا مش واضحه؟ هذا هو التراضي، هل يكفي التراضي من انعقاد العقد؟ لا لازم المحل، لابد ان يعرض التراضي على المحل. محل يعني احنا بنتعاقد على ايه؟ ايه الالتزامات اللي انت هتلتزم بيها؟ لازم الالتزامات انت تلتزم بحاجه معينه او قابله للايه؟ موجود او قابله للايه؟ لكن الاهم ان يكون معانا العدم المشروع والعقد. يقول لك العقد ده باطل، العدم المشروع في محل. باطل ايه؟ فايه دلوقتي ثابت ايه؟ عقد على مخدرات. وعقد هو في ايجاب وقبول وتطبيق ايجاب وقبول وكل حاجه. وتقول العقد قانوني لا. ليه؟ لانه هنا المحل بتاعه التراضي موجود لكن المحل ايه؟ مش موجود. فيبقى باطل ولا مش باطل؟ باطل. قال ده باطل عدم الشرعيه. وكذلك الامر السابق. لازم في سبب دافع الى ايه؟ تعاقد. ولازم يبقى سبب سبب برضه سبب مشروع لازم سبب سبب ايه؟ حتى البعض بيدخل بين المحل والايه؟ والسبب في نقطة لسه لما ندخل في المحل ندخل في الايه؟ والسبب بس المهم بالنسبة لي توفر التلات حاجات التراضي والمحل والسبب يبقى العقد صحيح ولا مش صحيح؟ وننتقل لمرحلة آثار الايه؟ تخلف ركن من الاركان يبقى العقد باطل وكان على كم نوع؟ نوعين وكان مطلق اذا كان عدم مشروعيه محل او كذا او عدم وجود طلاق مطلق نسبي او قابليه للطلب اذا كان متعلق بالاهليه او متعلق بسلامه الاراده من الايه؟ واضح الكلام ولا مش يبقى كده انتهينا من مرحله انعقاد العقد المرحله الثانيه هي مرحله انصار العقد أثر العقد التزامات ما بين إيه؟ بس العقد في مبدأ اسمه مبدأ نسبية أثر العقد مبدأ اسمه مبدأ إيه؟ نسبية أثر العقد يعني إيه نسبية أثر العقد؟ في عقد بيني وبين عباس العقد ده يلزم مين؟ لو في مسألة؟ أطرافه يلزم أطرافه العقد لا يلزم إلا مين؟ أطرافه وده اللي بيسموه نسبية أثر العقد حتى بتلبسوا تطبيق ليها في مادة القانون الجامعي تشوفوا عدد دوري عندكم في مبدا اسمه نسبيا اثر ايه؟ ما هو منطقه وعدد هو عدد مش ملزمه الا للدولتين ايه؟ فمبدا العقد برضه في مبدا اسمه مبدا نسبيا اثر الايه؟ نسبيا اثر العقد فالعقد لا يمكن اثره الا في هذه الاثار هل يمكن مرتب اثر في واقع الدولة؟
الاصل العام. الاصل العام ايه؟ بس هندرس يعني لما نوصلها هندرس ان في استثنائين، في حاجه اسمها التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحه الغير. واحد بيقول يعني ايه اشتراط لمصلحه الغير؟ انا بروح لشركه التامين وبقول لهم انا بامن على حياتي المصلحه كامله. يعني انا لو قلت المبلغ لمين؟ العقد بيني وبين مين؟ بين هيفوز الضرب في العقد وبرهم من زاد اصابوا معين فيقال انني اشترطت لمصلحه مين؟ بس ده استثناء ولا مش استثناء؟ اسمه الاشتراط لمصلحه الايه؟ وفي حاجه اسمها التعهد عن الغير. يعني واحد بديل لواحد فانا اجي اقول للدائن اقول له انا الدين بتاعي بشيله بداله. انا مش اصلا كنت طرف العقد زي ما بينهم بس ملتزم دلوقتي ولا مش ملتزم؟ ده اسمه التعهد عن الايه؟ عن الغير. كل الكلام ده كان قصه تفصيله بس احنا دلوقتي بنقول الاخطار الايه؟ ومن اصل العقد انك لو اخليت بالعقد عليك مسؤوليه تسمى مسؤوليه تقصيريه بقى ولا عقديه؟ يعني لما يجي واحد يسالك كده يقول لك ايه فرق المسؤوليه العقديه التقصيريه؟ قول له والله لو في عقد كده بينا وانا اخليت بالعقد تسمى مسؤوليه، مسؤوليه ايه؟ مفيش عقد كده بينا وانا اخليت بالقانون بس انا قلت لك غلط تبقى مسؤوليه، مسؤوليه ايه؟ المهم يبقى احنا انتهينا من كام مرحله العقد؟ مرحله كده تاني العقد. طبعا لو عادي يبقى يتالي يبقى دي في التزامات من الاسباب يتالي ايه الالتزامات لكن هذه النقطه بقى يعني ايه هنا في حاجه اسمها الالف فسخ العقد ودي نقطه انا مش عايز كنت مخطئ فيها في واحد يقول لك فسخ العقد بيقضى الفسخ بطلب العقد الصحيح. في فرق بين الفسخ والبطال، اعرف لكم الفسخ الاول وبعدين نغني فيه. الفسخ هو جزاء اخلال احد المتعاقدين بالتزامات. العقد صحيح. يعني اذا انا عملت عقد معاك، انت بتبيع انت مقاول وبتبيع لي شقه. انا عملت عقد معاك. سلم لي الشقه مش هتسلم لي الشقه. والعقد صحيح. في طلبه محل وسيد وكل ده صحيح تماما هينفع تحط بطال عقد ينفع ارفع دعوه بطال عقد لكن انا بروح للقاضي اقول له قاضي هذا الشخص مش بينفذ التزاماته ولا ينفذ التزاماته انا مطالب ببطال العقد ولا الفسخ يبقى اذا ده الفارق بين الفسخ والبطال فسخ العقد جزاء تخلف ركن من اركان العقد او شروط صحيح لكن الفسخ جزاء اخلال احد المتعاقدين به. الفسخ بيفترض ان العقد صحيح ولا مش صحيح؟ عشان كده لما تبقى محبش ممكن يطالبوا التعويض او يطالبوا التعويض ممكن يطالبوا برضه التعويض. الفسخ والتعويض. رخنا او شرط ده المطال بس على حسب هو مطلق ولا مش صحيح؟ المهم يا جماعه عايز اقول لكم نقطه مهمه جدا. لما يجي انتم محامين مثلا المفروض تبقى شرط. لما ترفع دعوه تبقى عارف كيف ترفع دعوه اصلا وتبقى عارف كيف ترفع دعوه ايه؟ ما هو في انا ليه بقول لكم الجلاده دي وليه مش انا اللي قلت لما استاذ المقصود دكتور عبد الرزاق الدكتوري لما قال ان نظريه ذنب العمود الفقري ما بدتوش ملاحظين الكلام ده كله عصب الحياه العمليه الفسخ يا جماعه انت هتعرف ترفع دعوه بس لما يكون المتعاقد ايه؟ لكن العقد برضه في شرط يبقى بالطيران بس على حسب لو رحت البطاقه مطلق او شرط اللي هو الاهليه بطاقه ايه؟ بس انا عايز بقى اقول لك ان الفسخ الاصل العام الفسخ يروح للقاضي فالقاضي يحكم بالايه؟ بس انا الفسخ لكن ممكن يحدث حاجه اسمها الانفتاح. ساعات بنحط دم في عقل ايجار مثلا. اقول لك ايه؟ يا شيخ اصلا مستاجر عندك بعيد شهرين متتاليين معتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسك. مفسوخا من ايه؟ دون حاجه الى الذهاب الى مين؟ الى هنا العقد بتاخد نفس الحكم القاضي ولا بينفسخ من نفسك؟
يبقى في فرق بين الكسر والايه؟ هما كلها واحده لان بتخل بالايه؟ بس الفرق ان لو بحكم القاضي يبقى اسمه ايه؟ ممكن يحدث انتساخ لو مثلا حدث شيء يجعل العقد منسوخا. وممكن حاجه اسمها التفاسخ، او بعض بنسميها التفاسخ، ان احنا نتفق على كسر الايه؟ هل ذهبنا الى القاضي في هذه الحاله؟ لم نذهب الى القاضي. سقط القاضي الى عايز اقول ماذا فعلنا اليوم؟ احنا القينا نظرة اولا على القانون الايه؟ ومنها المعاملات الايه؟ ومنها مساكن الحق الشخصي اللي هو ايه؟ ومنها مساكن المفاضل اللي هم خمسه بس اتحللوا عندنا في الكتاب بتاعي. ومنها دراسه مستفيضه للايه؟ في ضوء الدراسه المستفيضه دي بقى هنبتدي دراستنا من المحاضره اللي جايه ربنا، لان احنا هندرس بقى في العقد بقى، مش عقد تفصيل، بس هندرس العقد واحد واحد، وهندرس حاجه اسمها تفصيلات العقود، امتى يكون العقد رضائي، امتى يكون شايفين، امتى يكون عيني، امتى يكون العقد عقد مساومه، امتى يكون العقد عقد ازعاج، وبعدين ندخل في انعقاد العقد ثم اثار العقد ثم انتهاء العقد. لقد كنت لكم كذلك في هذه المحاضره ساشرح مصادر الالتزام كلها. وفي ذات الوقت نشرح بالدليل. بس انا المهم ان انت طالع من المحاضره بايه؟ انت طالع من المحاضره يعني ايه؟ انك طالع من المحاضره عارف يعني ايه قانون الالتزام؟ عارف يعني حق شخص؟ عارف الفرق بينه وبين الحق العادي. عارف ان الحق الشخصي هو اول ايه؟ الالتزام. وعارف مصادر الالتزام ان هم كام؟ خمسه. وعارف ان الدكتور سلامه كام؟ اربعه. وعارف ليه؟ هو ده يعني ليس هناك مسألة العلم، لازم تبقى عارف كل شيء وعمل كده ليه؟ ولازم تبقى عارف يعني ايه تراضي؟ يعني ايه محل؟ يعني ايه سبب؟ يعني ايه ينعقد العقد؟ يعني ايه شروط صحة؟ امتى يكون في غلط أو تدليس أو إجراء أو استغلال؟ أنت كده ملم بالأركان الرئيسية للمنهج. لكن هل نقدر نقول إن لو جالك سؤال في الامتحان ولا كنتم في شروط الغلط مثلا تجاوب؟ وده معنى العباره ان انا قلت لكم انا شرحت المصادر كلها لكنني لم اشرح مثالي. المفروض في كل ماده ليه؟ لان لو نفترض عماره في الباب لو انت ما وضعتش اساس العباره هتبان الاول والثاني وهتبقى لازم الطالب يواجه مشكلة في المذاكرة. يا إما بيواجه مشكلة إنه ما بيقدرش ينجز، يا إما في ناس على نفسها ينجز ويكتب الكتاب من هنا ما يقدرش ولا كلمة. السببين دول تتكلم عليهم. السببين تتكلم عليهم إنك تبقى عارف الفهم العام للإيه؟ إذا أنت عارف الفهم العام للمادة هتقدر تتواصل معاها. حد عنده أي سؤال؟ ببساطة. إحنا هندي فاصل للي عايز ينفصل. عشان في ناس قالوا إنهم عايزين يمشوا. إحنا هندي فاصل بس وعايز أديكم فكرة عن الجنسية ربع ساعة ونص ساعة. ممكن